بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. فأقم وجهك للدين القيم، نعم، حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين القيم حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يأمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة، والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يبين أو أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار. يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك، أي أخلص عملك. أقم وجهك أي أخلص عملك، يعني إقامة الوجه وإسلام الوجه معنى إخلاص العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه يعني أخلص عمله من الشرك وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، أخلص عمله أيضا من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع آذان الشرطان، الإخلاص لله في العمل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، انتفى عن العمل الشرك وانتفى عنه البدعة والأحداث في الدين، هذا هو الذي يقبله الله عز وجل. أقم وجهك للدين، الدين الذي أمرك الله تعالى به هو عبادة الله وحده لا شريك له، والدين هو التوحيد وهو العمل وهو الصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من العبادات، فهذا هو الدين القيم، هذا وصف للدين القيم، أي المعتدل الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، بل هو دين قيم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال تعالى وأن كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم يعني معتدل بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، هذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا،
أقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين حنيفا. والحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه. في الآية الأخرى فأقم وجهك للدين القيم. والحنيف والقيم معناهما واحد، وهو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين وهذا الإسلام هو الفطرة. خلق الله الناس عليها، فالفطرة هي دين الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو ولدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان أنه مسلم وأنه مفطور على الإسلام، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. هذا هو الأصل فيه. فإن انحرف فالانحراف طارئ عليه بسبب التربية، بسبب التربية التي يربيه عليها والداه، يهودانه اجعلانه يهوديا، أو ينصرانه اجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه اجعلانه مجوسيا، فيغيران فطرته التي فطر الله عليها. هذا على أن الأصل الإنسان أنه مفطور على الإنسان على الإسلام، وهو إخلاص العمل لله والعبودية لله عز وجل. فلو سلم، لو سلم من التربية السيئة والوالدين الكافرين لاتجه إلى الدين، اتجه إلى دين الإسلام واتبع الرسل، ولكن ينحرف بسبب الدعاة إلى الضلال، هم الذين يحرفونه. ثم قال لا تبديل لخلق الله، لا أحد يخلق، ما يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على الشرك، بل الله خلقه على التوحيد، ولا أحد يستطيع أنه يغير هذا الخلق، وإنما يغير المخلوق لا يغير الخلق، وإنما يغير المخلوق. فليس هناك إنسان يخلق على الشرك، لا على النصرانية ولا على اليهودية ولا على المسلمة، ما إنسان يخلق على غير دين الإسلام. ولهذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالشاة التي تولد كاملة الخلقة بالأذنين والقرنين، ثم أهلها يجدعونها، يعني يكسرون قرنها أو يشقون أذنها. ما في شاة تخلق مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، بل تخلق كاملة الخلقة، ثم أهلها يجدعون أو يشقون أذنيها فيغيرونها، يغيرون المخلوق ولا يغيرون الخلق أبدا، خلق الله لا يتغير.
الشاب تولد كاملة بآذانها وقرونها وأضلافها وأطرافها، فإن حصل لها عرج أو حصل لها جدع في أذنها أو قرنها فإنما هذا من تصرف الناس هكذا، لا تبديل لخلق الله، التبديل إنما هو للمخلوق، وأما الخلق فهو خاص بالله عز وجل، لا أحد يتدخل في ذلك الدين القيم، ذلك الذي أوحاه الله إليك وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هو الدين القيم أي المستقيم المعتدل الذي لا وجاج فيه، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون هذا الدين، ولذلك يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف، وإلا فالدين قيم مستقيم، فإن حصل انحراف فهو من تصرف الناس ومن تصرف الخلق. ولكن أكثر الناس، شوف أكثر، لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطر، وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا، يحتج بمن كان على الحق ولو كان العدد قليلا، ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا. أكثر الناس لا يعلمون الدين، لا يعلمون الدين القيم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه. نعم. وقوله تعالى: ووصى بنا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم الخليل عليه السلام، وصى بها بنيه إسماعيل وإسحاق وذريته، ويعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الذي هو إسرائيل، وصى بها أيضا بنيه بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لله عز وجل، والتوصية معناه أو معنى التوصية أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل بعد موته. الوصية هي عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت، الإذن بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية في الأموال. أما الوصية في الدين فهي الوصية يعني الحث على التمسك بالدين. فإبراهيم ويعقوب، إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل، كلاهما أوصى ذريته بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والدين الحق. وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله، وأن يوصيهم بعد أو إذا حضره الموت يوصيهم بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين
الكريمين إبراهيم ويعقوب، حرصهما على ذريتهما. يا بني أبلد يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، اختار التوحيد لكم، لأنهم أولاد الأنبياء، ذرية الأنبياء، فهم أولى أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يكونوا قدوة للناس. إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا وصية بالتمسك بالدين إلى الممات، وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من الشرك والبدع ودعوة الضلال. فالإنسان ما دام على قيد الحياة إنه عرضة للانحراف والاتباع لدعاة الضلال إلا أن يثبته الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العبرة بالخاتمة، مسلمون لله بالتوحيد. الإسلام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الرسل. الإسلام هو دين جميع الرسل بمعنى التوحيد، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل بالإخلاص والابتعاد عن الشرك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خالفه. وفيه أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن الإنسان يعمل الأسباب التي تكون سببا لحسن الخاتمة، تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأسباب التي تكون سببا لسوء الخاتمة. الأسباب كثيرة، الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف، معرض للفتن، فقد ينحرف ويموت على غير الإسلام. هذا فيه الحث على التمسك بهذا الدين والثبات عليه، وسؤال الله جل وعلا حسن الختام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم كنتم شهداء يعني حضور عند يعقوب عليه السلام لما حضره الموت وماذا قال؟ نعم لم نكن شهداء، ما خبرنا، ولكن الله أخبرنا بذلك. فهذا دليل، هذا دليل على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يخبر بشيء سابق لم يحضره ولكن الله أوحاه إليه فأخبر به. فهذا من علامات النبوة ومن براهين الرسالة، أنه يخبر بأمور سابقة بأزمان متطاولة لم يحضرها ولكن الله أخبره بها وأوحاها إليه، وهو أيضا لا يقرأ، ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالكتب حتى يقال أنه قرأ هذا بالكتب وذكر، ما كان يقرأ، كان أميا لا يقرأ ولا يقرأ. فأنزل الله عليه هذا الوحي العظيم فبينه للناس، هذا دليل على
على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت، يعني علاماته ومقدماته؟ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، هذا من حرصه، من حرصه على أبنائه وسلامة عقيدته، حتى إنه عند الموت ما ينشغل بالألم والوجع عن أن يوصي ذريته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم عند الموت يوصي، نهانا صلى الله عليه وسلم عن البناء عند القبور على القبور، وهو يتطور عليه الصلاة والسلام خشية أن نبني على قبره أو على قبر غيره كما بنت اليهود والنصارى. قال وهو يعاني بسكرات الموت: ألا إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يبنون على قبور أنبيائه المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة، يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانه، فما زال يكررها حتى تقول بها لسان: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، وصى بها إبراهيم بنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، والإسلام له والإخلاص له. وانظروا كيف ذكر إسماعيل من آباء، من آباء بني إسرائيل، لأنه عم، لأنه أخو أبيهم، إسماعيل أخو إسحاق، فهو عم لبني إسرائيل، والعم بمنزلة الأب، ولذلك عده مع الآباء، نعبد إله، عدوه مع آبائهم، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، ذكر الله جل وعلا أن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، كان أمة قانتا لله، القنوت المراد به المداومة على طاعة الله، قانتا لله أي مداوما على طاعة الله، حنيفا يعني مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، أنه كان بريئا من المشركين، يتبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل، لأن الله ذكر في هذه السورة، سورة النحل، النعم عددها، ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكرها العباد. وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، وشكر النعمة هو التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها بطاعة مسقيها ومجيها، هذا شكر النعمة، هذا شكر النعمة.
أن يعترف بها بلسانه ويثني على الله بها، وأن يعترف بقلبه أنها من الله وليست من غير الله، لا يكفي التحدث باللسان، اعتراف بالقلب، ولا يكفي الاعتراف بالقلب والتحدث باللسان، بل لا بد أن يصرف هذه النعم ويستعين بها على طاعة الله. فمن فعل ذلك فهو الشاكر، أو الشاكر لنعم الله عز وجل، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم في هذه الصفات، في هذه الصفات العظيمة. ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، هو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل نبي ولاه من النبيين، وانا وليه منهم ابي ابراهيم وخليل ربي. ثم قال: ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين امنوا، والله ولي المؤمنين. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع، فهم سلسلة واحدة، هم سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، يبشر أولهم بآخرهم ويقتدي آخرهم بأولهم، ويتبع بعضهم بعضا، هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإبراهيم، هذا رد على اليهود والنصارى. النصارى اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. الله رد عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس، أولى الناس أي أقرب الناس إلى إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وأنتم أيها اليهود والنصارى لم تتبعوه فأنتم بعيدون عنه. اليهود يعبدون الصليب ويعبدون المسيح، والنصارى يعبدون عزيرا ويقولون عزير ابن الله، ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم، ويعبدون شهواتهم، هكذا دين اليهود. فإبراهيم بريء منهم، بريء من اليهود والنصارى، وهم لم يتبعوا، فهم بعيدون عنه. إنما أقرب الناس إلى إبراهيم الذين اتبعوا، الذين اتبعوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم ويتولاهم، ولي المؤمنين خاصة، ولاية أو ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة، فهي ولاية خاصة. وهناك ولاية عامة، ولاية عامة لجميع الخلق، ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم يعني ربهم ومالكهم المتصرف فيهم، هذه ولاية عامة جميع الخلق بمعنى الملك والتدبير والرزق يرزقهم، هذه ولاية عامة.
أما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين، فهي للمؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأولاهم بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم كذبة، ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما هم على دين الشرك ودين الانحراف والتغيير والتبديل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا به دليل على أنه لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه، ليس هناك ولي للنبي لا إبراهيم ولا غير إبراهيم إلا من اتبعه. فالذين يشعرون أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويحدثون البدع والمحدثات يزعمون أنهم يحبون النبي، هذا كذب، هذا كذب. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه وتركوا البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبعه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. العبرة بالاتباع، أي بالعبرة بالدعوة. الدعوة إذا لم يكن عليها دليل فهي دعوة باطلة، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. مسألة دعوة، نحن نحب النبي، نحن من أتباع النبي، ثم إذا جئت إلى العمل لم تجده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده على سنة المنحرفين والمبتدعين، هذا كذب في دعواهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، هذا فيها أن العبرة ليست للمظاهر، ليست العبرة بالمظاهر إلى الأجسام وجمالها، ولا إلى كثرة الأموال والثروات والغنى، إنما النظر إلى شيئين: القلوب والأعمال. إذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل، وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله وعلى دين الله، فهذا هو الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه. أما مجرد جمال الصورة وكثرة الثروة فهذا ليس عند الله شيء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة. نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا برقكم على القوم، وليوضعن الي رجال من امتي حتى اذا اويت الغلام المقترف دوني فاقول: اي ربي اصحابي، فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الخوف. الفرط هو الذي يسبق الى الماء، هو الذي يسبق الى الماء ليسقي قومه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون على الحوض،
النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة طوله مسافة شعر وعرضه مسافة شعر وماءه أحلى أبيض من اللبن وأحلى أبيض من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. تجد الأمة يوم القيامة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاش يريدون عليه وهم عطاش من شدة الحر وطول المقام الماء يريدون عليه الحوض ويسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده إلا من كان قد غير دينه من كان قد غير دينه فإنه يصرف عن الحوض يصرف عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي من حرصه صلى الله عليه وسلم ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني غيروا. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير أنه لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده إلا أهل التوحيد والابتداع أهل التوحيد لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا بل كانوا كما تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. هؤلاء هم الذين يريدون الخمر ويشربون منه يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما من غير وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وانتسب إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحرب. فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر والصبر عليه إلى الموت إلى الوفاة حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشرب من حوضه. نعم. اختلاج الاختلاج الطرد يطردون يطردون عن الورود. نعم. أو يمنعون من الورود. نعم. وله ما عمر والناقة المختلجة التي يوقظ ولدها يسمونها الخلود التي يوقظ ولدها منها هذه الخلود أنهم يؤخذون ولا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله ما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت انا قد راينا اخواننا قالوا اورثنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخوانكم الذين لم ياتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دب من بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى قال فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وعن فرضهم على الحرب ألا ليلازن رجال يوم القيامة عن حرضي كما يزاد البعير الضن أناديهم ألا أهلهم فيقول كما يزاد البعير الضن أناديهم ألا أهلهم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول شفا شفا. نعم. وهذا مثل الحديث الذي قبله الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا يأتون لهم علامات وسمات بارجة يعرفهم بها صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق وهي آثار الوضوء
هذا فيه فضل الوضوء للصلاة، فضل الطهارة، وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة. آثار الوضوء تبقى نورا يتلألأ على أطراف المسلمين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق. فهذا فيه فضل الوضوء، وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم، وفيه أن أناسا يذادون عن الحوض يأتون مع الوراد إلى الحوض بصفة أنهم يدعون الإسلام، لكن يمنعون ويذادون كما يذاد البعير الضار، يمنعون من الوصول إلى الحوض. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، فيقال أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الحديث الأول، إلا أن في زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسيما الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وأول الحديث، أول الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتنا رأينا إخواننا، يتمنى صلى الله عليه وسلم أنه يرى إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعده. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوان؟ قال الصحابة رضي الله عنهم أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. الصحابة هذه خاصة في الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يقال لهم الصحابة، ولهم فضل عظيم، وهم خير القرون، هم خير القرون. ولكن إخواننا من يأتي في آخر الزمان ويتبع على الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما بينهما من طول الزمان، فهذا فيه الفضل العظيم لآخر هذه الأمة التي تتمسك بدين الرسول وهي لم ترى. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وجاهدوا معه، لكن يأتي أناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤمنون به، وهم لم يروه، يؤمنون به بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدقون به. هذه فضيلة عظيمة، الصحابة لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. كل له فضيلة. أعد. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت أن نأخذ رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، لم يأتوا بعد يعني آخر الأمة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه ولم يصحبوه، فهذه فضيلة خاصة لهم. والصحابة لهم فضيلة خاصة وهي فضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى لما ذكر الصحابة المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين يأتون بعد الصحابة و
يصفونهم بأنهم إخوانهم في الدين والملة ويدعون لهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق بالإيمان. أين الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم ويزعمون أنهم من المسلمين؟ أين هم من هذا من هذه الآية ومن هذا الحديث؟ أين هم من الإسلام وهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويلعنونهم ويكفرونهم؟ نعم. قالوا وكيف نعرف من لم يأت بعض أمتك؟ نعم، كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بماذا يعرفهم. يعرفهم بآثار الوضوء، وهذا قالوا هذا في دليل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقيل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة ولكن من خصائصها النور والضياء الذي يكون فيهم من آثار الوضوء، وإلا فالوضوء مشروع لجميع المؤمنين، لكن اختصت هذه الأمة بهذا الأثر الذي يكون عليهم على أطرافهم غرا محجلين، يعني بيض الوجوه، الغرة هي بياض الوجه، غرا محجل، والتحجيل هو بياض الأطراف، الأيدي والأرجل. نعم. قال رأيت أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دف منهم لا يعرف خيلا. نعم، إذا كانت الخيل فيها خيل غر محجلة وفيها خيل دهم ليس فيها غر ولا تحجيل، لا شك أن الخيل التي تكون فيها العلامة تتميز عن غيرها، يعرفها صاحبها ولا تلتبس. هذا مثال واضح أراد النبي صلى الله عليه وسلم به التمثيل على أنه يوم القيامة يعرف أمته وهو لم يره، يعرفهم ولو جاءوا في آخر الزمان وهو لم يره، يراهم بالعلامة التي تميزوا بها. نعم. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وعلى فرطهم على القول. فرطهم يعني السابق، الفرط هو السابق إلى الماء، فهو يسبق أمته صلى الله عليه وسلم إلى الحوض. نعم. ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن قول كما يذاد البعير الضال. نعم، يذاد أهل البدع المحدثات والذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، هؤلاء ينادون يوم القيامة. أناديهم على هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سبا سبا، يعني بعدا بعدا، يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم إذا علم أنهم قد غيروا دينه وبدلوا سنة، فإنه يتبرأ منهم يوم القيامة في موقف هم أحوج ما يكونون إليه، لما أنهم عصوه في الدنيا أبعدهم الله عنه يوم القيامة وحرمهم وفضحهم أمام الخلائق، فيا لها من موعظة ما أبلغها وما أوجزها، ويا له من حث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة والصبر، الصبر عليها والثبات عليها، وإن عيروك وإن تنقصوك وإن سبوك لا تلتفت إلى الخلق، ولكن التفت إلى الخالق سبحانه وتعالى، فاصبر واثبت ما دمت على الحق، فلا يغرنك هؤلاء. فإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليكون لولا أن صبرنا عليه، وسوف يعلمون حين يرون العذاب
من أضل سبيلا؟ وللكفار بينما أنظرهم إلى زبرهم حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إن الله قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القنطرة ثم إذا زبرة فذكر مثله قال فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا من الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كبير يوم القيامة ثم ينادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل الرسول لماذا؟ قالوا إنك لا إنهم لم يزالوا. هذا فيه أن من ارتكب نار لوان من نواقض الإسلام أنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت. فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبه لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم. قد يعيش الإنسان مرتدا وهو يزعم أنه مسلم، لماذا؟ أنه يعيش على ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، أسباب الردة كثيرة يجب العناية بها ومعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين. فلا يكفي لمجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إما مع الناس أساءوا أو أحسنوا، بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات. فهذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام أنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يرتد منكم عن دينه، يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة وما هي نواقض الإسلام حتى نتجنبها. أكثر الناس همل لا يدرون، ما يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم ما يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به، لأنه ما يعذر بالجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام، ما يعذر بالجهل لأنه بإمكانه أنه يسأل، بإمكانه أنه يتعلم، يحرص الحريص يتعلم. أما الذي لا يبالي فلا ما يهتم بالعلم ولا بالتعلم، يكتفي بمسمى الإسلام فقط ويجاهي الناس على ما هم عليه، ثم يوم القيامة يصبح مع الخاسرين. فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يتجنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. نعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، عند هذا المشهد الهائل حينما ينادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا قال الله له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا فيه فضح النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله أو ذلك ثلاثة، أو يقولون المسيح هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه تنزيه الله عز وجل من هذا القول، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لمن
حق لله، ليست حقا للمسيح ولا لأمة ولا لغيرهما من المخلوقين. عبادة حق لله جل وعلا. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن هذا حق الله جل وعلا، الألوهية والعبادة حق. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. هذا أيضا برهان آخر أنه لو قال هذا لعلمه الله جل وعلا، لعلمه الله، لأن الله يعلم كل شيء، فهذا دليل على أنه لم يقل هذا لهم، لأنه لو قال لعلمه الله سبحانه وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، فيها أن الرسول مبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله، إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي. فصار المسيح عبد وليس ربا كما تقوله النصارى. أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. في حياته صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، ما كان يأمرهم بالشرك أبدا، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله، ما أحد يقول هذا من الأنبياء، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا الذي يقوله النبي، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا نأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، ما فيه نبي يأمر بهذا أبدا، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ النبي ما يأمر بالكفر أبدا، ولا يتصور هذا أن نبيا يدعو إلى الشرك، يدعو إلى الكفر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيه، فلما وفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. المسيح عليه السلام توفي حين رفع، الوفاة التي هي القبر وهو حي عليه الصلاة والسلام، لم تفارق روحه جسده، وإنما هو قبر، قبل عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده ورفع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، هذا توفي القبر ورافعك إلي. ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرى، وهي مفارقة الروح للجسد، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان، يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن كما دفن الأنبياء، يدفن في الأرض في القبر في آخر الزمان. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، يعني ما أحدث هذا إلا بعد وفاتي، وبعد وفاة الرسل ما يسألون عما أحدثه الناس بعد وفاتهم، إنما يسألون عما أحدثه الناس في حياتهم، أما من عبد بعد موته فإنه لا يسأل عن ذلك، لأنه لم يأمره، كان يجاهد الناس في حياته على هذا، ينهاهم ينكر عليهم، فمن عبد وهو ميت فلا يؤاخذ الميت، وإنما يؤاخذ المشرك الذي عبد غير الله عز وجل. أما توفيتني كنت أنت الرقيب عنه،
وأنت على كل شيء شهيد. نعم. وله ما عنه مرفوعا ما من ضرور دون دعاء بطرته وعفى براه يروه ذاته او يمصرانه او يمجدانه كما تنجز البهيمه بهيمه جمعا هل تفسرون بها من جدعا حتى تكونوا انتم تجدعونها. ثم قرا ابو هريره رضي الله عنه فطره الله الذي فطر الناس عليها متفق عليه. هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام على فطرة التوحيد. فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل. الفطرة وحدها ما تكفي، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات. فالتربة إذا بقيت تبقى صالحة، لكن إذا غيرت بالسبق والماء فسدت صارت ما تنبت. كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته ما تقبل الخير، يعني تغيرت وانحرفت، تربة فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعة التي جدعت أذنها أو قرنها، تولد جمعة ما هي مجدوعة، جمعة كاملة القرنين والأذنين، ثم أهلها هم الذين يجدعونها. كذلك المولود يولد على الفطرة كاملة، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين، هذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت. نعم. حديث طويل حديث ليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء. حفظكم الله. هذا السائل يقول: من ولد من أبوين كافرين ونشأ على ذلك وكبر وهو ما زال كافرا وكان في منطقة لم تبلغهم دعوة الإسلام، هل يكون من أهل النار أم يعذر بجهله؟ كما يرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة العذر بالجهل. نعم. المولود يتبع أبويه في الدين، فإذا كان أبواه كافرين في الدنيا يعطى حكمهم في الدنيا، تجرى عليه أحكام الكفار. إذا كان مع أبويه كافرين ومات فإنه يعامل معاملة الكفار، حكمه حكم أبويه، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، حكمه حكم أبويه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالعلماء اختلفوا في هذا والصحيح والله أعلم أن هذا راجع من الله سبحانه وتعالى، أن شأنهم يوم القيامة يرجع إلى الله، هو الذي يتصرف فيهم يدخلهم الجنة أو النار، لكن نحن في الدنيا نتبعهم آباءهم، فحكمهم حكم الكفار في الدنيا. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، نتوقف فيهم. من العلماء من يقول إنهم في النار، منهم من يقول إنهم في الجنة، ومنهم من توقف، هذا هو الصحيح، الصحيح التوقف في شأنهم وتفويض أمرهم إلى الله. العذر بالجهل كما ذكرنا، العذر بالجهل إذا كان الإنسان في بلاد منقطعة عن المسلمين ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى
فنبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أما إذا كان في بلاد الإسلام وبلغه الإسلام هذا لا يعرف الجهل، لأنه بإمكانه أن يتعلم، إن كان أن يتعلم يسأل فهو المفرق، فلا يعرف الجهل وهو يعيش في بلاد الإسلام. نعم. وهذا يسأل حفظكم الله يقول: أشهد الله على حبي لك فيه يا شيخ، هل من الممكن أن تجتمع جماعة المسلمين على الباطل؟ وكيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار، وبين قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ وهل في هذا الزمان للمسلمين جماعة؟ نعم، المسلمون لهم جماعة في كل زمان الحمد لله، لكن الجماعة قد تقل وتكبر، المسلمين تقسم وتكبر. وهي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن يد الله على الجماعة التي على الحق، وليس معناه الكثرة، الجماعة ولو كانوا قليلين على الحق هم الجماعة، ولو كانوا اثنين وثلاثة حتى لو كان واحد على الحق تقال له الجماعة فيتبع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة، أي الذين على الحق هم الجماعة ولو كانوا قليلين. وأما من كانوا على الباطل فليسوا هم الجماعة ولو كانوا كثيرين. ينبغي يعرف هذا، الضابط هو الحق. وأما الجماعة الأمة لا تجمع على ضلالها، والحمد لله لا تجمع أمتي على ضلالها، الذي فيه حديث: لا تجمع أمتي على ضلالها، يعني أمة الإسلام أمة الحق، هذا الأمة العشوائية والأمة المتخبطة. المراد أن أهل الحق لا يجتمعون على ضلال، أهل الحق لا يجتمعون على ضلال، أما أهل الباطل يجتمعون على الضلال ويكونون كثيرين. فالضابط هو من كان على الحق فهو الجماعة، وهؤلاء لا يجمعون على ضلال. نعم. صح الفضيلة. هذا سائل يقول: تستشهد بعض الفرق الضالة بحديث الحوض على ارتداد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الرد عليهم؟ أرجو التفصيل. هذا كذب، هذا كذب وافتراء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارتدوا كلهم، ارتد أفراد منهم. وأما أنهم ارتدوا كلهم فهذا كذب وضلال وافتراء، أفراد قليلون، ومنهم من تاب، منهم من تاب ورجع إلى الإسلام، ومنهم من بقي على ردته حتى مات. نعم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في الذين غيروا وبدلوا ما نراه الآن من بعض جماعات مثل جماعة التبليغ والإخوان وغيرهم من الجماعات؟ هذا فيه تفصيل، يعني التغيير والتبديل يختلف، إنه تغيير وتبديل يصل إلى الكفر، فهؤلاء هم الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة، ومنه تبديل وتغيير دون ذلك، هذا ذنب ومعصية، حكمهم حكم عصاة الأمة يوم القيامة، حكمهم حكم عصاة الموحدين يوم القيامة. نعم. ما حكم من أنكر عذاب القبر واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أنكر عذاب القبر وهو يعلم الأدلة من القرآن والسنة لذلك فهو كافر، لأنه منكر لما تواترت به الأدلة. وأما من أنكره جهلا أو تقليدا فهذا يضلل، هذا من أهل الضلال، لكن لا يصل إلى حد الكفر، لأنه لم يتعمد هذا الشيء، وإنما قلد غيره أو تأول تأويلا ظنه تأويلا صحيحا وهو باطل، هذا يضلل ولا يصل إلى حد الكفر. وهذا يسأل يقول: وصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه في اجتناب الشرك، فما هي مظاهر الشرك في وقتنا الحاضر الظاهرة والباطنة؟ ما
مثل الخوف من المخلوقين أكثر من الخالق التي تنصحون المسلمين الحذر منها. يا حبذا لو ذكر فضيلتكم بعض مظاهر الشرك أو الردة في هذا الزمان لاجتنابها. مظاهر الردة والشرك في هذا الزمان كثيرة، منها عبادة القبور والأضرحة الذبح لها والنذر لها والاستغاثة بالأموات، هذا الشرك الظاهر ظاهر واضح، شرك أكبر، فهذا لا شك أنه كفر وضلال وردة عن الإسلام. ومن ذلك الذين ينتحلون مذاهب إلحادية، ينتحلون مذاهب إلحادية إما باطنية وإما مذاهب القومية العربية أو البعثية أو ما أشبه ذلك أو الحلالة أو هذه مذاهب إلحادية واضحة، سفروا بالأديان تستهزئ بالدين وبالرسل وبالمسلمين، هذه ردة واضحة ما فيها إشكال، هذه ما أحد يجادل فيها. الذي يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بأحد من الأنبياء أو بالدين أو يسخر من الدين هذا لا شك في ردته، وهذا كثير اليوم، والمذاهب الباطلة المنحرفة كثيرة ما تخفى على أحد. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه أحسن من الحكم بما أنزل الله وأنه أصلح للناس وأصلح لهذا الوقت، هذا لا شك بكم، أو يعتقد أنه مخير أنه يحكم بالقانون أو يحكم بالشريعة هو مخير، فهذا أيضا يكفر لا شك بكم فيه. فهذه مظاهر كفر واضحة في الناس إلا من رحم الله عز وجل. نعم. هذا يسأل حفظكم الله، أحد الشعراء بدأ في أول قصيدة قل أعوذ برب الفاتحة، فما هو تعليق سماحتكم على هذا أفيدون مأجورين؟ هذا قول يسبق إليه رب الفاتحة رب القرآن رب، هذا ما لم يسبق، هذا قول باطل ومحدث. نعم. امرأة أمريكية هداها الله للإسلام ووالديها نصرانيين، وهي تريد أن تذهب إلى موريتانيا لتعلم العلم الشرعي القرآن والعربية، وسيرافقها عمها كمحرم، ولكنها ستبقى هنالك لوحدها مع بعض النساء المسلمات، هل يجوز لها ذلك علما بأنها سترجع إلى بلادها فيما بعد؟ هذه سائلة حفظك الله من أمريكا، امرأة أمريكية هداها الله للإسلام ووالديها نصرانيين، وهي تريد أن تذهب إلى موريتانيا لتعلم العلم الشرعي القرآن والعربية، وسيرافقها عمها كمحرم، ولكنها ستبقى هنالك لوحدها مع بعض النساء المسلمات، هل يجوز لها ذلك علما بأنها سترجع إلى بلادها فيما بعد مع المحرم؟ لا بأس لذلك إذا السفر إذا كان معها محرم في السفر ذهابا وإيابا وتبقى مع المسلمين في البلد تتعلم، لا يشترط الإقامة في بلاد المسلمين، لا يشترط لها محرم، محرم إنما هو في السفر، لكن بشرط ألا تخلو مع رجل أو هو كذلك لا تختلط مع الرجال، كذلك أن تتحجب، أن تبتعد عن السفور، تلتزم بآداب الإسلام. نعم. هذا السائل يقول أنا عربي مسلم لدي زوجة من بلدي، ولكن تعرفت على فتاة أمريكية أسلمت مؤخرا، وذلك عن طريق إشرافي على بعض الدروس عبر شبكة الكمبيوتر، واتفقنا على الزواج علما بأنها كانت تعيش في بلاد إسلامية وهي محصنة ليست كنساء الغرب، إلا أن والديها نصرانيين، ما تنصحني يا شيخ مع العلم أنني أرى لديها رغبة في تعلم الإسلام؟ تزوج عن طريق الإنترنت هذا لا ينبغي ولا أنصح به، لأنه يدخله الكذب، يدخله التصنع،
ولا يبنى عليه ولا يوثق منه. ادخله ابتداء لا يوثق منه. اذا كنت تعرف المرأة معرفة واضحة بدون حاجة الوسيلة فلا بأس. أما إذا كان من طريق الإنترنت ولا تعرفها إلا بهذه الوسيلة هذه لا يعتمد عليها. نعم. هذا يسأل يقول: تحصلت على شقة للسكن التابع للشركة التي أعمل فيها، ونظرا لأنني محتاج إلى المال فهل يجوز لي أن أتنازل عن الشقة لأحد العاملين بالشركة مقابل مبلغ من المال؟ على حسب نظام الشركة، إذا سمحت لك أن تؤجرها فلك ذلك. أما إذا كانت الشركة ما تسمح وإنما تشترط أنك تسكن بها أنت فقط وإلا فإنها ترجع إليها، هذا حسب النظام، فهذا لا يجوز إلا بإذن الشركة، إذا أذنت فلا بأس. نعم. بعض الشباب يصلون الصبح في أكثر الأحيان بعد شروق الشمس مكاثرة بدون عذر، فهل تكون صلاتهم مقبولة عند الله؟ وهل تكون عليهم صلاة أصلا بما أنهم يؤخرونها إلى بزوغ الشمس؟ من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنها لا تصح منه إذا صلاها، لأنه لم يصلي على الصفة التي أمره الله بها من غير عذر. أما لو أخرجها عن الوقت بعذر شرعي فلا. أما أن يتعمد إخراجها أن يصليها بعد خروج وقتها لا تقبل. وقد جاء في الحديث أن من فاتته صلاة العصر حبط عمل، والمراد بفوات صلاة العصر فوات وقت. إذا فوت وقتها بدون عذر شرعي صلاها بعد خروج الوقت إنها لا تقبل منه، لكن عليه التوبة إلى الله وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة حتى يكون من المسلمين ويكون من المصلين المؤمنين. نعم. أن نفتح المجال للإخوة في الجوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والمحدثات والذين غيروا وحرفوا وبدلوا ولكنهم بقوا على الإسلام وهم لا يردون الحوض، هل هم مخلدون في النار أم لا؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.